أنا أقول لهم، أقول المرأة رغم ما فعلتم سنبقى في 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 بلادنا بأذرع مفتوحة، لخاطر احنا ما ندخلوهاش، لا نزر وزيرة وزر أخرى، ما نجيبوهاش في رأس أي زائر غدوة مش يجينا من مصر، لا على رأس موعينا ومخدمين ومعايشين معنا وخيرنا، ثم برشا وخير المصريين تفاعلوا مع التوانسة وعملوا دي فيديو ينددون بما رأوه من شماتة قامت بها السلطات المصرية. ونحب نسأل ويني السفارة تونس؟ ما عندناش سفارة غادي عنا. ثم ماذا حصل في الموقوفين اللي تم إيقافهم وقال شو حالتهم على المحكمة في مصر بلا حق؟ ثم مواطن تونسي وقفوه، تعرف عليه ولا القاء عنده ستيكر صغير ستيكر نتاع فلسطين في فلسطين عدناه المحكمة، اش معناه هذا؟ لا هز ولا عيط به لا شار به لا حد شيء، عنده في جيبه ستيكر. انا اقول اذا لم يتم الافراج عن هؤلاء التوانسة اللي هما تم احتجازهم واختطافهم ظلما في مصر، السفير مشي سيبوهم قاعد، اذا ما تمش ادعاء من هنا في الغدوة معنا، اذا كان ما تمش الافراج عليهم انا ادعو جمهور الترجي الى وقفة احتجاجية امام السفارة المصرية في تونس. سعد بيخي انا باش نتفاعل معك مناصرة لزملائهم اللي تم ايقافهم ومطالبة بالافراج عنهم.